السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، القائل لرسوله الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، نبي الرحمة ومبلغ الحكمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الراسخون. نتناول في هذا البرنامج مناهج المفسرين. أسعد بصحبتكم جميعا وأشرف بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. لم تقرأ كتابا في التربية قديما كان أو حديثا يحوي الثروة التربوية العظمى في الأهداف والمحتويات والأساليب، مقرونة بالتسامي والواقعية والشمول والاتزان كما تقرأ في القرآن؟ ولله ضر القائل: هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا، هذا هو القرآن مصدر عزنا، فيه تبوأنا المكان الأسمقا. أحبتي، موعدنا اليوم مع إمام جديد وعالم جديد من أئمة التفسير، الإمام الصابوني. فضيلة الدكتور زكي، قبل ما نبدأ نتكلم عن إمام اليوم، نحب أن نعرف السادة المشاهدين من هم الراسخون. تفضل شيخنا. الراسخون ورد في التعريف بهم عدة تعريفات، أجملها وأشملها في نفس الوقت: هم الذين اعتقدوا عقيدة التوحيد وعملوا بمقتضاها وسألوا ربهم التثبيت على الحق حتى يلقوا ربهم وهو عنهم راض. الله أكبر. ما شاء الله. إذن الراسخون هم أعمدة هذه الأمة وأمان هذه الأمة. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، بالنسبة لكل المفسرين اللي احنا ذكرناهم في هذا البرنامج، هل يعدوا من الراسخين؟ كلهم بلا استثناء من الراسخين. نعم، ما شاء الله. وقضية الموافاة على التوحيد هذه مردها إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أحسنتم. نعم. الإمام الصابوني هو محمد علي الصابوني، هو أحد علماء الإسلام البارزين. ولد الشيخ الصابوني بحلب الشهباء بسوريا سنة 1930 ميلادية من أسرة عريقة، وكان أبوه أيضا من علماء حلب، وكان من أبرز مشايخه، تتلمذ على يد كل من الشيخ محمد نجيب سراج والشيخ أحمد الشماع والشيخ راغب الطباخ والشيخ محمد نجيب خياط وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ والدعاء. اسم تفسيره المعروف والمشهور بين الناس صفوة التفاسير. شيخنا الكريم، عقيدة الإمام الصابوني. عقيدته كما يتبين من خلال كتابه أشعري المعتقد. نعم. شيخنا، ما معنى كلمة اعتقاد أو عقيدة؟ العقيدة هي مجموعة من الأقوال والأعمال يسير عليها المسلم منذ البلوغ حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نعم، ما شاء الله. وعنوانها عقيدة التوحيد. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم، إذن هي فطرية ومكتسبة في نفس الوقت. نعم، فطرية أشار إلى القسم الأول وهو النسبة إلى الفطرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. نعم، ما شاء الله. نعم، فهو يولد الإنسان على فطرة سليمة.
كل المواليد بفضله تعالى على نعمة التوحيد. نعم. ثم ينتقل إلى إما بيئة صالحة خصبة وإما إلى بيئة غير صالحة. نعم. ثم ينتقل إلى بقى مشايخي بقى يؤثروا فيه. يبدأ يعني يتعامل أثناء الطفولة مع الأسرة أولا، ثم الأقارب ثانيا، ثم رياضات الأطفال أو رياض الأطفال ثالثا، ثم الابتدائي وهكذا. وكل من يحتكون به يتركون فيه بصمات إما إلى الخير وإما لا قدر الله إلى الشر. نعم شيخنا، يعني عنوان التفسير ليس عنوانا لما في داخله. كيف؟ يعني بمعنى يعني صفوة التفاسير. نعم. يعني القارئ ما ياخدش بعنوان ولكن ياخذ يسال اولا. يسال وبما فيه من خير ان شاء الله. نعم احسنتم. الوصف العام لتفسيره. نعم، الوصف العام هذا الكتاب الشيخ اختار اسلوبا سهلا ميسرا، وهو في الحقيقه مجموعه زهور من تفاسير مختلفه، يعني ينقل عن الطبري وينقل عن الكشاف وينقل عن القرطبي وينقل عن الآلوسي وينقل عن البغوي. هو معاصرا نعم في جيلنا. ففي عدة مراجع تفسيرية ينتقي الشيخ عبارته التي فضلها وجعلها في كتابه ما شاء الله. نعم. نعم. موقفه من الأسانيد. في الحقيقة أغلب الأساليب قلما يسند القول أو الرواية أو الحديث إلى صاحبه الذي تكلم به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قلما يوجد إسناد. نعم. ولكنه طبعا يذكر في تفسيره الأحاديث النبوية. نعم يذكرها أقوال الصحابة والتابعين. نعم. ولكن لا يعزو إلى مصادرها. لا يعزو إلى مصادرها الأساسية. نعم. هل كان الإمام الصابوني، قبل ما نتكلم بقى عن موقفي من آيات الأحكام، هل كان فقيها؟ من خلال كتب أخرى نقول كان فقيها، يقرأ ما كتبه السابقون من أئمة الفقهاء ثم ينتقي الرأي الأصوب قدر استطاعته. يعني ليس شرطا أن نحكم عليه أنه من أهل هذه الصنعة. نعم. الفقه مثلا أو محدثا أو من علماء القراءات، لأن أصل المفسر لابد أن يكون عالما بهذه العلوم. نعم. وليس شرطا أن يسجل ذلك في كتابه. نعم. إن كان مبنيا على الاختصار فهو لا يقتصد في ذكره. يقتصد. نعم. عدة أسباب من بينها السهولة واليسر على القارئين. نعم. إذا نقول موقفه من آيات الأحكام، الأحكام الفقهية في تفسيره. في هذا الكتاب لم يتعرض لآيات الأحكام في يعني الكتاب صفوة التفاسير، لم ينحو نحو الفقه أو الخلافات الفقهية أو المذاهب الفقهية، لأنه قائم على الاختصار. قائم على الاختصار. والشيء الثاني عوض هذا الجانب في كتاب الكتاب الذي جعله لتفسير آيات الأحكام روائع. نعم. البيان. نعم. روائع والبيان في تفسير آيات الأحكام. نعم. نعم. إذن هو فقيها. نعم. ولكنه مقل في ذكر في هذا الكتاب لأنه قائم على الاختصار والتيسير. هذا دليل قاطع على ذلك. نعم. موقفه من القراءات. بالنسبة للقراءات، الشيخ رحمه الله كان يقتصد في ذكر القراءات في هذا الكتاب على أساس أنه قائم على الاختصار والتيسير. نعم. نعم. فكلما يتعرض للقراءات. نعم. نعم. برضو هنا السؤال اللي بيطرح نفسه شيخنا. نعم. هل المفسر شرطا أن يكون جامعا للقراءات العشر، أم أنه لو اكتفى بعلمه بقراءة واحدة يكفي أن يكون مفسرا للقرآن؟ يكفي أن يكون مفسرا ما دامت القراءة التي اختارها وصار عليها في تلاوته القرآن في الصلاة وخارج الصلاة قراءة متواترة. نعم. يكفيه ذلك. أما المتعمقون في علم القراءات فهم يدخلون تحت الأصل أن فرض كفاية، الإحاطة بعلم القراءات فرض كفاية. نعم. وقام بها البعض، سقط الإثم والوجوب عن الباقين، وإن لم يتعرض لها أحد أثم الجميع. فبحمده تعالى عندنا القراء والمقرئين والقارئين بوفرة في المجتمع المسلم
أو في الأمة الإسلامية، وبالتالي لا يجب على المفسر أن يحيط علما بكل القراءات. إذا ما هي صحة أو صحة قبول القراءة أو شروط صحة القراءة؟ شروط قبول القراءة حتى نعتقد أنها من القرآن ويجوز لنا أن نتعبد لله بها في الصلاة وخارج الصلاة، ثلاثة شروط. نعم. الشرط الأول أن تكون هذه الرواية أو هذه القراءة بلغتنا عن النبي بسند صحيح، بموافقتها لسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح أو متواتر. نعم. الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف. موافقة رسم المصحف. نعم. رسم العثماني. الرسم العثماني الذي كتب ونسخ في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول ما شاء الله، ولا تجتمع أمتي على ضلاله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية الفصيحة أو الفصحى ما شاء الله. وبالتالي إن توفرت أو توافقت الشروط الثلاثة في القراءة نحكم بأنها قرآن يجب قبوله والعمل به. لذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: نعم. فكل ما وافق وجه نحوي. نعم. وكان للرسم احتمالا يحوي. نعم. وصح إسنادا هو القرآن. نعم. نعم. أحسن الله إليك. إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة شرط أو أكثر فيحكم على القراءة بالشذوذ. نعم. لذلك وقال في البيت الثالث: نعم. وحيثما يختل ركن أثبتي. نعم. شذوذه لو أنه في السبعة عليه رحمة الله. نعم. نعم. شيخنا موقفه من القراءات كما تفضلتم أنه مقل. نعم. لتعرضه. نعم. للقراءات. نعم. طيب موقفه من الإسرائيليات الإمام الصابوني. هو لم يقع في النقل الجامع للإسرائيليات، وكان يتتبع ما نقله المفسرون بالنقد والرد عليه، يعني هو لم يساهم في حشد الكتاب بشيء من الإسرائيليات، ولكن حينما يأتي عند قصة نبي الله داود في سورة الصاد مثلا ينقل ما قاله الإمام ابن كثير في الرد عليه. يعني هو كان متأثرا بالإمام ابن كثير. نعم. ولكنه كان مختلفا معه في المنهج. صحيح. إجمالا يعني. نعم. لكن انتفع به من حيث رده على من شغفوا أو شغفوا بالإسرائيليات. ما شاء الله. هناك الرد الإمام ابن كثير في كتابه. نعم. 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 الله أكبر. نعم. موقفه من النحو. نعم. واللغة والشعر. هو في الحقيقة النحو كان يتعرض للصور البلاغية والبيانية مثل جناس ومثل استخدام ومثل الطباق، يعني شغل نفسه رح يعني بارك الله في الجميع، ونقل هذه الصور سواء من تفسير ابن كثير أو من تفسير الإمام الطبري أو من تفسير الألوسي أو من تفسير الزمخشري. نعم. يعني أحاط خبرا ببعض الجوانب البيانية والبلاغية والنحوية في القرآن الكريم، وضمنها كتابه بأسلوب سهل ومختصر. نعم. يعني هو كذلك مقل من ذكر الشعر في مقل. نعم. رغم أن الشعر يعني يثري الكتاب. نعم. يعني لكن كونه مختصر هو أكثر في روائع البيان. نعم. أحسنتم. الكتاب المخصص لذلك. أحسنتم. أحسنتم. نعم. إذن هو الكتاب يعني يتناسب برضو مع فئة معينة من. نعم. الناس. نعم. لا يتناسب مع طالب العلم المتخصص. طالب العلم يقرأ في المطولات والموسوعات فيزداد. نعم. علما كل يوم يقرأ. نعم. جديدا. نعم. يعني هل ننصح العوام في قراءة الكتب معينة؟ لو تحب توصي. الأفضل بالنسبة للعوام أن يقرأوا مثلا تفسير شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير. جميل ورائع. وفي نفس الوقت متقسم بقى معاني الكلمات، هداية الآيات. نعم. مناسبات الآيات. ما شاء الله. ويعتبر تفسير تربوي واجتماعي في نفس ما شاء الوقت الله. من فضل الله. ما شاء ذلك الله. فضل الله يؤتيه. ايه تاني سيدنا؟ ايضا إيه؟ بالنسبة لمن ازدادوا قراءة. نعم. يقرأ مثلا كتاب شيخنا العلامة الأسبق الإمام ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر. ما شاء الله. نعم. محقق ورائع ومختصر وخدم خدمة. طيبة جدا. نعم. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. نعم. نعم. إذن الإمام الصابوني. نعم. كان يتعرض للصور البيانية والنكت البلاغية، وكان يذكر اصطلاحات البلاغين كما تفضلتم زي الطباق والجناس والاشتقاق وإلى غيره. نعم. من الصور البلاغية. نعم. وكان مقلا في الشعر والنظم. نعم. نعم.
شيخنا بذلك يعني نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء، بارك الله فيكم أحبتي في كل مكان، نلتقي مع حضراتكم في لقاء قادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومع إمام جديد من أئمة التفسير، فانتظرونا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما يعلم تأويله إلا الله.